السلام عليكم متابعينا الكرام، اليوم كنتواجدوا مع الأم خديجة. كلمة الأم حنان، الأم قلب، الأم كبدة مشوية، هي الأم. الأم اللي حملات 9 شهور وربات وسهرات وتعذبات وتكرفصت حتى كبرات الابن أو الابنة. ما نطولوش بزاف. السلام عليكم لالا خديجة، بركة في راسك لالا خديجة. البركة في وليداتك الاخرين اللي باقيين معاك. نتمنوا لك الصبر. شي واخا نعيان واسي فيك تنعيا، لكن الحرقة ديالك انت راه بوحدها. والله اللي مطالب الحرقة الام. كنبقاو حنا دائما الرجالة شوية كنقولوا القلب قاصح والكبدة شوية قاصحة، لكن الام كبدة هشيشة. لالا خديجة، فاطمة كانت بنتك من زوج اخر من غير الاب ديال الابناء، الاب ديال الابناء اللي معك دابا. عاشت واحد الفترة ديال تقريبا حتى دارت 12 عام في المرأة مع الوالد ديالها، الله يرحمه حتى هو الوالد رحمة الله. من بعد جديها لعندي، ملي زوجتها شحال كان في المرأة؟ تجوزة صغيرة، تجوزة صغيرة، تجوزة صغيرة، واخا عندها الأسرة ديالها وعندها الزوج ديالها ووليداتها. شحال عندها ديال الوليدات؟ عندها جوج ديال البنيات ووليد. جوج وليدات، جوج بنيات ووليد. شحال في عمرهم البنت؟ شحال في عمرهم البنت؟ البنت الكبيرة عندها 16 عام. تبارك الله. والبنت الأخرى عندها 14 عام. والدري عنده 8 سنين. الدري هو الصغير. من نفس الزوج؟ من نفس الزوج. يعني 10 قديمة هذه، 10 تقريبا ديال 17 ولا 16 سنة، ماشي ساهلة. يعني دابا في الحاله ديال الوفاه ديال 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 فاطمه كان في عمرها 32 33 سنه. عندها شي 36 سنه. 36 سنه. 36 سنه. 36 سنه. الله يصبرك يا ربي. امين. الله يصبرك. الله نقول لك. واخا امي خديجه غادي نفيقوا عليك شويه المواجع وغادي نردوك لنهار الحديث. جلسه مالك ما بيك. لا قبل منها بلا. شفتي بنتك قبل ما توقع الحادثه؟ جات هنا كتقول لي باغا تمشي هي اللوبيا، ناكل لوبيا. جلست كلات، جبنا لها اللوبيا، كلات اللوبيا، خدات مناظره من الحانوت وطلعنا. ما جاتشي شنو الوقت هذا؟ قلت لك ما بين 10 9 ونص ل 10. قال لي قال لي كلات اللوبيا، كلات بواحد بحال هذيك الدريه، بحال هكا توحان، بحال كلات بواحد عرفتش انا بنتي واش ما تسكتش والو، ولا ما تسكتش ما عرفتش والو، ما عرفتش والو انا بنتي. عمرك تصبر كبدك صايبة باش تصبر على بنتك، ولا ولدك صايب كبدة صايبة ما كيجينيش الناس، انا راه ما كيجينيش الناس ما كناش. انا حيت بغيت نعرف بنتي باش ماتت، حتى لواحد الوقت حتى لشي جوج كتهضر معانا، اوديوات كتهضر معانا وكتضحك، حتى لشي جوج كتهضر مع خوتها كتضحك معاهم. كنت الحديثه وقعت لها مع جوج خمسه ولا خمسه خمسه اربعه ونص. واخا انا غادي نرجع معاك للعشاء اللي تعشات معاكم وكلات وشربت معاكم. ما لمحات لكش على انها غادي تسافر تطلع لبرجيه؟ لا ما عندها حتى شي صفه. قال لك جا شي تليفون الزوج، جا شي تليفون اما ليها هي اما للزوج، جا من طرف ابنه ديالو اللي عندها 16 عام. قال لك كتقول ليهم راني شاديني شي وحدين في الضربه. البنت ديالها كتقول لك انا ما عيطتش ليهم نهائيا. لا انت فاش مشيتي للدار اللي عندهم البنت كانت في الدار؟ كانت خارجه من الدار. كانت خارجه واخا، يعني كاين مشاكل عائليه. كاين مشاكل عائليه. غنرجعوا شويه بالسنين للوراء. مشيتو مشاو للدروة؟ مشاو هما. ما عشت تقريبا الوقت فاش تفرقتي معاها انت؟ انا مشيت بكري، مشيت مع شي 11 نهار ومشيت بحالها. جداها راجلها ولا مشات بوحدها؟ لا جداها راجلها. جداها راجلها. مشاو بحالاتهم؟ مشاو بحالاتهم. كيسكنوا في الناسين؟ كيسكنوا في المحمدية. المحمدية حدا الروضة. حدا الحمام. مشاو 5 الصباح كعيطوا لك؟ عايشين التليفون. دارت قصيدة؟ قصيدة وماتت. وماتت. فين مشيتي؟ مشيت لسبيطار مولاي عبد الله هو الاول. مشيت انا وواحد الدري ولدي، مشينا كنجيو لمولاي عبد الله. كتسحبها دارت قصيده؟ دارت قصيده هنا. مشينا لمولاي عبد الله هو الاول ما لقيناهاش. انا جايه طايحه سقفها، انا شدني ولدي شدينا طاكسي جينا الناسي للدار ديالها باش نعرفوا
شنو كاين؟ نعرفهم العائلة ديالهم واش غيقولوا لينا فين دارتك السيدة. ملي جينا ما كاين حتى شي واحد، دخلت انا دقيت في الباب حل عليا الدري الصغير يوسف ولي فيق. حل عليا الباب قال لي ميمة فين يا ماما واش ما معاكش؟ قلت ليه لا وليدي فين يا ماما ترى انا جاي نقلب عليها. عدو 8 سنين. حل عليا الباب دخلت يلا كنحل الباب كنلقى في الارض مرمي التيشيرت ديالو هو مقطع والحوايج ديالها هي مقطعين بجوج مقطعين مليوحين في الارض حدا واحد الطابله حدا واحد الصاله مونتي. واخا واش هما مولفين كيضربوا على خاطر مولفين كيتشادوا مولفين كيضربوا لا الطريقه ديال القميص ومضاربه لان مولفين كيضربوا ضربه خايبه. واخا دخلتي الدار لقيتي هاد المسائل الحوايج جمعت داكشي اللي حسن في واحد الجنب ديال الطابله قالت لي قالت لي السيده راه داكشي وقع في الدروه. مشينا خويا جات واحد السيده جارتي انا ما عندي لا حديد لا والو في الغرب كيف ما عارفاش شي واحد السيده مسكينه في الطوموبيل تبعتني قالت لي نركبوا نوصلكم ركبنا بقينا غاديين كنسولي على البلاصه توصلنا ليها يلا وصلنا لقينا لابيلونس يلا مشات يلا داتها كنلقاو داكشي مشعلو في العافيه في داكشي والصنداله ديالها مليوحه حيت لو واخا واخا الصنداله ديال الصبع على ديك الصنداله الصبع الصنداله غير ديال الدار هذه ديال الدار لبستها بحال هكا في رجلها ولبسه واحد العبايه يعني ما معولاش انها لا لا ما معولاش لايحه عليها واحد العبايه يمكن على ان القضيه ديال التليفون بنتهم ملابس داخليه لايحه عليها العبايه من الفوق يعني كانت حتى هي كانت ناعسه واخا من بعد منها الاجراءات ديال الدفن الاجراءات ديال البحث مع الدرك الملكي مع متابعين الدرك الملكي ما حضرتش فيه انا نهائيا شكون اللي حضرونيش حضر الراجل الزوج ديالها والعمه ديالها هما اللي كانوا كيحضروا هما اللي كانوا كيجريو وانا ما عارفه فين نمشي ما عارفه فين نمشي علاش انت ما حضرتيش ما بغاوش يحضروني انا هو عنده الفلوس انا عندي الله سبحانه وتعالى كيقول لهم اللي المهم حيدوها من هنا ديوها حيدوها الدول المحمديه جا السيد هزني بالطونوبيل ما عرفتوش جابني المحمديه جابني الدار ديالهم في الناسيم تكيت واحد شويه في الدار في الناسيم جا عيط عيط لينا في التليفون قال لي نسيروا الجنازه غدا في حي النصر جيت اخويا هنايا وبقوا معنا الناس بحالكم جابوا الخزين داروا الخزين هنا بقيت انا جالسه حدا الباب ديال العماره ديالنا جابوا الناس الكراسه بقيت كنبكي تما شي شويه كيعيط في التليفون شي وحدين كيقول لهم ريبوا دوك الخزين غندير داك الشيء هنا في الناسيم تفاجات بديت كنبكي بديت كنغوت كنقول لهم انا بنتي غندير لها العشاء هنا كيقول لهم هو لا داك الشيء ما يدارش تما غيدار هنا في الناسيم هو اللي كان قال في الاول يدار العشاء هنا هو اللي عيط لينا في التليفون قال لنا غتمشيو عيط لدريات بناتي وقال لهم سيروا دو ماماكم مريضه ديوها لهير غيجيو الناس العزاي وداك الشيء كنشوف فاطمه عندها خوتها رجاله عندها خوت حضروا الدفين حضروا الدفين ولكن ما حضروش حضر الاخ ديالي الاخ ديالي حضر شافها وجبدوها من سميتو الصندوق من الصندوق وراوه الوجه ديالها هي هو ومرت خويا هما بجوج انا ما شفتش صافي قال لك رجعوا الصندوق وجابوها من سطات جابوها للمحمديه باش تدفن دفنات فاطمه وتدفن معها السر تدفنها حتى واحد ما عارف دابا فاطمه وحسب الاقوال اللي قال السائق اللي دار الحادثه كيقول على انه هو ضرب حاجه ميته او شي خنشه في الطريق صبر مشاهدينا الكرام كما كتشوفوا الام ما قدرتش تصبر حنا بدورنا كنتالموا من داخل لكن الواجب اللي موقع العاتق ديالنا تنوير الراي العام نوصلوا الراي العام المعاناه ديال الام انتم ما كتشوفوا غير الام انا راه كنشوف العائله كلها اللي ما استطاع حتى واحد فيهم ينسى فاطمه الغريب في الامر هو ان هاد فاطمه الموت ديالها اصبح مشكوك فيه ما بين العنف اللي كانت كتعرض ليه من الزوج وما بين هذاك السفر المفاجئ للدروه والسبب ديال الاختفاء ديال البنت ديالهم او لا كتقول في التليفون او لا في اوديو على انها كتعرض لاعتداء في الدروه اش دا هي الدروه هذه مشاكل عائليه احنا ما غاديش ندخلوا فيها لكن من بعد منها الام ولا الجده
حنا وقاش الام غتولي جدك كدوي مع البنت. قالت لها لا لا ما كان عندي حتى شي مشكل انا ما عيطلهاش. يعني هنا كتوضع علامات استفهام قويه. نتمنوا على ان خديجه تكون رجعت للصواب وتدنات. لاله خديجه حنا عارفين هادشي هذا فوق من الجهد فوق من الطاقه ولا يكلف الله مسيئنا وسعها. قلنا غير شي اسئله خفاف لتنوير الراي العام ومن بعد منها غادي نخليوك ترتاحي مع راسك والله يصبرك. من بعد ما وقعوا التحريات والتحقيقات ما استدعوكش انت يا رشيد دارك الملك؟ لا ما استدعونيش. علاش؟ ما عيطوش ليا نهائيا ليومنا هذا. مازال انا كنقلب وكنسول وما استدعاني حتى شي واحد. قالوا لي دارك الملك تخلي لينا الرقم الهاتف ديالك. مشيت وداكشي قلت لهم انا هي الام ديالها خليت لهم رقم الهاتف. يعني ما عيط لي حتى شي واحد الان كاين حتى شي حاجه. واخا لاله خديجه انت دابا ولات كتشكي في الامر ديال الوفاه ديال فاطمه. شنو هي الرساله ديالك؟ اش غنقول لك؟ الله يجعل جلاله الملك يشوف من حالي السي حموشي وقفوا معايا وبينوا لي الحق ديال بنتي وهادشي اللي باغي. ما بغيت حتى شي حاجه. بغيت نعرفها بنتي باش ماتت وبغيت نعرف حيت بنتي راه هي كانت السند الوحيد ليا في دوايا في مرضي في اي حاجه. راه ما بغيت حتى شي حاجه اخرى. راه الدواء اللي كنت كنحل فيه هي اللي كانت كتاخذوا ليا. يا حتى شي حاجه كنت كنمرض كنعيطوا لها هي في التليفون. يعني راه الدريات كلشي بناتي ولادي مخدام حتى شي واحد. راه انا الوحيده اللي كنمشي ندير ميناجا في الديور باش كنجي نوكل ولادي. ومريضة دابا حاليا مريضة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نتمناو فعلا ان النيابة العامة انتبه الاقوال ديال الام استدعيو الام يسمعوا من الاقوال ديالها. ما غنسبقوش حنا القضاء ما غاديش نسبقو النيابة العامة في الابحاث ديالها ما غنسبقوش الضابطة القضائية ديال الدرك الملكي. نتمناو على ان الروح ديال القانون الروح ديال الامانه تظهر في الملف. متابعينا الكرام تعليق للمواطن. السلام عليكم.